السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين وبعد. فبداية من أجل القربات التي نتقرب به إلى الله، وكذا فإنها عبادة نتعبد بها ربنا سبحانه وتعالى، أن نتعلم كتابه الذي أنزله هدى للناس، تلك قربة من أجل القربات. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فخير ما يذكر به هو كتاب الله، وخير ما يتعلم هو كتاب الله. قد سبق في آخر آية من سورة قاف قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالتذكير أفضله وأجله وأعظمه هو التذكير بكتاب الله عز وجل. فكوننا نتعلم آية يرفعنا الله بها درجات، نتعلم آية هي خير لنا من ناقة، نتعلم آيتين خير لنا من ناقتين، وهكذا دائما. العلم يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، فعلينا بتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنجدد النوايا في هذا الصدد، ولنحتسب الأجر من الله سبحانه. مع تفسير مطالع سورة الذاريات، قال تعالى: والذاريات ذروا يقسم الله تعالى بالذاريات. الواو واو القسم، والذاريات مقسم بها، وسيأتي جواب القسم فيما بعد. دائما هناك أداة قسم وقسم ومقسم به ومقسم عليه. قال تعالى في كتابه الكريم: والذاريات ذروا. قسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. تقول والله، تقول بالله، تقول تالله. قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قالوا تقاسموا بالله. فهناك أحرف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، وثم لام موطئة للقسم كقول الله تعالى: لا تسألن يومئذ عن النعيم. يقسم ربنا بالذاريات، والله سبحانه يقسم بما يشاء من مخلوقاته، يقسم بنفسه ويقسم بما شاء من مخلوقاته. قال تعالى: ونفس وما سواها، أي ونفس والذي سواها. قال تعالى: والسماء ذات البروج. وقال: والشمس وضحاها. فالله يقسم بما يشاء من مخلوقاته، أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. والذاريات ذروة. الذاريات هي الرياح التي تذري الأشياء، تطيرها، تذري السحب أيضا، وتذري التراب، تذري الذرات، تذري الأشياء، تفتت وتذري. والذاريات ذروة، والرياح التي تذري الغبار وتذري السحاب أيضا. قال تعالى: فالحاملات وقرا. قيل: فالحاملات وقرا، السحب الممتلئة بالماء. فقال أسامة بن زيد رضي الله عنه في بيان الوقر، أو ليس في بيان الوقر عرضا يعني، إنما يستفاد منه بيان الوقر وهو الثقل والإكثار من الشيء، قال: أرسل إلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنه، أو أرسل أرسل علي إلى أسامة رسولا
أرسل علي إلى أسامة رسولا كي يذهب معه للقتال في صفين وفي الجمل، فقال أسامة: أبلغ أبا حسن مني السلام وقل له: يا أبا حسن، والله لو كنت بين فكي الأسد لأحببت أن أكون معك، ولكن هذا أمر لم أره. ثم كان له طلب عند علي على ناقة فردها علي فارغة، قال فذهب أو ذهبت إلى حسن ابنه، حسن ابن علي والحسين، فأوقر لي راحلتي، يعني أوقرها يعني أثقلها بالمتاع. فالحاملات وقرا هي السحب المحملة بالمياه المثقلة بها، يعني أوشكت على الهطول. ومن العلماء من يرى قولا آخر في الحاملات وقرا، فيقول الحاملات وقرا: كل شيء حمل حملا ثقيلا. ومثلا هذه المرأة حاملة وقرا، يعني حاملة أصبحت في نهايات الحمل تحمل حملا ثقيلا. فمن العلماء من يحمله على السحب الممتلئة بالمياه والتي توشك أن تغسل ماءها، ومن العلماء من قال إن الله أقسم بكل حاملة حملا ثقيلا. لكن السياق لأنه في الذاريات فالحاملات فالجاريات يشعر بأن المراد بها والله تعالى أعلم السحب المليئة بالسحاب بالمياه. فالجاريات يسرى، هل هي السحب التي تجري بتيسير الله سبحانه لها، أم هي النجوم السيارات الكواكب السيارات التي تسير بأمر الله، كل في فلك يسبحون، ولا يرتطم نجم بنجم ولا يصطدم نجم بنجم. الطيارات قد يصطدم بعضها ببعض، السفن قد يصطدم بعضها ببعض، وهذه ملايين الملايين من النجوم كل في فلك يسبحون. قال تعالى: فالجاريات يسرى، ففسرها بعض العلماء بالكواكب والنجوم السيارات التي تسير بتيسير الله سبحانه وتعالى لها. ومن العلماء من قال: فالجاريات جمع جارية، والمراد بها السفينة ها هنا. قال فريق من العلم: الجاريات هي السفن التي تجري بأمر الله. قال تعالى: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما ازداد الماء حملناكم في الجارية. فالجارية هنا المراد بها السفينة. من آياته الجوار في البحر كالأعلام، فالجوار هي السفن التي تجري في البحر. فالجاريات هنا قيل إنها الكواكب والسيارات والنجوم السيارات، وقيل إنها السفن التي تجري بتسيير الله لها. ومن العلماء أيضا من أطلق القول فقال: أقسم الله بكل جارية تجري بتيسير الله سبحانه وتعالى، سواء كانت سحب تجري، سواء كانت سحب تجري، سواء كانت سفن تجري، سواء كانت نجوم تجري، فأقسم الله بكل جارية تجري. هكذا قال فريق من العلم وعاود التذكير. فمن العلماء من أقسم بكل ذارية، ومن من قال أقسم الله عفوا بكل ذارية تذري الأشياء، ومن العلماء من حمل الذاريات على الرياح التي تفرق السحب وتنشرها. والحاملات فالحاملات وقرا، من العلماء من قال الحاملات وقرا السحب الممتلئة بالمياه، ومنهم من قال كل شيء حمل حملا موقرا يعني ثقيلا. والجاريات يسرى، قيل النجوم التي تجري بتسيير الله لها، وقال آخرون هي السفن، وقال فريق أقسم الله بكل جارية تجري بتسيير الله لها. فالمقسمات أمرا. قال العلماء في هذا المقام: الملائكة التي تقسم أرزاق العباد بأمر ربها،
والتي تقسم آجال العباد أيضا بأمر ربها، فالمقسمات أمر الملائكة تقسم الأشياء التي أراد الله لهم أن يقسموها على الوجه الذي أراده سبحانه وتعالى. أقسم الله بكل هذا على ماذا؟ على البعث، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فالأول إنما توعدون لصادق، كل شيء وعدكم الله به صدق وحق، وإن الدين أي يوم الدين يوم الجزاء لواقع، أي يوم القيامة لآت. فهكذا قال بعض العلماء إنما توعدون لصادق، وقيل إن هذا من باب عطف الخاص على العام، فقوله تعالى وإن الدين لواقع يوم القيامة جزء من الذي وعد الله به، وإلا فالله وعد بأشياء كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ثم أقسم الله أيضا بالسماء ذات الحبك، قيل ذات الطرائق الحسان، وقيل ذات التماسك الشديد، ذات التماسك الشديد، وقيل ذات الطرائق الحسان. وإذا شئت أن تقرب المعنى بعض التقريب، شخص يقول لك أنت محبكها ليه؟ لماذا أنت محبكها؟ لماذا أنت مضيقها؟ فك شوي، يقول كذا. أو يقول مثلا احبك الخياطة، واحد يصلح نعله يقول لك احبكه حبكا شديدا يضمه إلى بعض. فقيل السماء ذات الحبك، ذات التماسك الشديد، في يوم القيامة تتفكك وتتهاوى، كما قال تعالى وانشقت السماء في يومئذ وهي والملك على أرجائها، يعني الملك الملائكة الذين هم فوقها الآن يكونون على أطرافها وعلى جوانبها وعلى قطعها المتساقطة المتهاوية. فمعنى السماء ذات الحبك، ذات الحسن، ذات الطرائق، ذات التماسك الشديد. أقسم الله بالسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. إنكم هل المعني بها الخلق كلهم مسلمهم وكافرهم، أم المعني بها أهل الكفر؟ فمن العلماء من قال المعني بها الخلق كلهم، أقوالهم مختلفة في ماذا؟ في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، في شأن القرآن، في شأن البعث الآخر، في شأن الإسلام. فالمسلمون يقرون بالبعث الآخر، ويقرون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرون بكل ما أخبر الله به، والكفار يخالفونهم في ذلك، ينكرون كل ذلك. فالشيء هذا الوجه الأول، إنكم المعني بها الخلق جميعا، وأنهم مختلفون في الأقوال والآراء. والوجه الثاني، إنكم لفي قول مختلف، المعني بها الكفار، لأنهم مختلفون في إعرابهم عن القرآن. منهم من يقول هو قول ساحر، ومنهم من يقول قول شاعر، ومنهم من يقول إنها أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. فالكفار أقوالهم متعددة في القرآن. واتجاه عدد من المفسرين أنهم يحملوا الآية على العموم ما لم يأتي قول يخصصها. فقال قوم إنكم لفي قول مختلف، عموم الخلق أقوالهم متعددة ومتضاربة حتى في التخصص الواحد. تجد الأطباء على سبيل المثال، الأطباء في المريض الواحد لهم أكثر من 30 قولا، أكثر من في تشخيص الصداع لهم أكثر من 50 قولا في كل الاتجاهات. لكن تنزيلون هنا لأن السياق كله في الآخرة، الاختلاف في اليوم الآخر. اليهود لهم تصور في اليوم الآخر، يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، ولن تمسنا النار إلا أياما معدودات. النصارى لهم أيضا تصور في اليوم الآخر، ونحن أبناء الله وأحباؤه. المسلمون لهم
تصور الحق في اليوم الآخر أخبر الله به في كتابه وسنة رسوله. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يؤفك يصرف، يؤفك عن الحق من أفك أي يصرف عن الحق من صرف، يؤفك عنه من أفك أي يصرف عن الحق من صرف. قتل الخراصون، الخراصون الذين يتكلمون بتخريص وظنون، لا يبنون الكلام على حقيقة، إنما أقوالهم مبنية على الظن والتخمين والتكذيب، فمتخرص متقول بغير علم، فيتقول بغير علم عن الله، ويتقول بغير علم عن اليوم الآخر، يتقول بغير علم عن الآخرة، يتقول عن الجنة بغير علم. قتل الخراصون، فعلى ذلك الخراصون، الخراصون مذمومون عموما. المتخرص الذي يقول بالتخمين والظن مذموم، قد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونرى كثيرا من المتخرصين يتواجدون في مسائل العلاج، علاج الجن الذي مس قوما، فتجد أكثر العاملين في هذا الاتجاه الذين يرقون، وخاصة يرقون النساء، أكثرهم متخرصون، أكثرهم متخرصون. فيقول أنت عندك مس سفلي، جاءك عفريت من أستراليا كان في طريقه إلى اليمن، لبسك وأنت صببت ماء ساخنا في الحمام، فركبك ثلاثة من العفاريت، أحرقت اثنين وبقي واحد، جل أعمالهم على هذا الدجل وهذا التخرص، التخرص. يتخرصون يتكلمون كثيرا بغير علم. أسلم العفريت الأول والثاني إن شاء الله يسلم بعد ثلاث جلسات كده، أنا ما أعلم ما يهرب، ولا هو شايف ولا يرى ولا تخرص شديد يقع فيه هؤلاء الذين يزعمون أنهم يعالجون بالقرآن. فعلى العموم قتل الخراصون الذين يتكلمون بغير علم والذين يكذبون. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. الغمرة ما يغمر الشخص، في غمرة من النار، نار غمرته، في غمرة من المياه، مياه غمرته، غمرة من الجهل، الجهل غمره حتى غطى رأسه، حتى غطى كل جسمه. فالشخص المغمور في شيء الذي وقع فيه فغطاه، قد يكون في غمرة من الجهل، قد يكون في غمرة من العذاب، قد يكون في غمرة من التكذيب، على حسب ما يقيد به. الذين هم في غمرة من الجهل واللهو ساهون عن الآخرة ليسوا بعاملين لها. يسألون، أي على سبيل التكذيب، يسألون أيان يوم الدين، متى هذا اليوم، متى يوم الدين، يسألون أيان يوم الدين. فالسؤال على سبيل التكذيب منهم وعلى سبيل الاستبعاد، فلذا أجيبوا بقول يومهم على النار يفتنون، يعذبون بها ويبتلون بها. يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم، ذوقوا جزاء تكذيبكم، ذوقوا عذابكم الذي أعد لكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون. وهذا جواب أو طريقة من طرائق الإجابة على أسئلة السائلين. فالسائل المنكر المستبعد الذي يسأل على سبيل الاستهزاء يجاب بجواب يختلف عن السائل المستفسر. قال تعالى ذوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون، الجنات الحدائق والبساتين، وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا في الدنيا من أهل الإحسان. فلذا يلزمنا أن نكون من أهل الإحسان. الإحسان مراتب، منها وأجلها وأعظمها أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يتضمن الخشية من الإحسان، العفو عن الناس. قال تعالى والكاظمين الغيظ
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. منها الرحمة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالإحسان يطلق على العفو، يطلق على مراقبة الله سبحانه وتعالى، يطلق على الرحمة، يطلق الإحسان على فعل النفل بعد الفرض. مثلا أنت صليت الفريضة الظهر، صليت بعدها صلوات تدخل بهذه النوافل في عداد المحسنين، أخرجت الزكاة الواجبة، أخرجت الزكاة الواجبة، وبعد أن أخرجتها بدأت تخرج صدقات ليست بواجبة عليك، فتدخل بها في عداد المحسنين. في لا تلام، لا تلام إذا لم تخرج، أو إذا أخرجت الزكاة المفروضة وجاء شخص يطالبك بشيء آخر غير الفرض وأعطيته شيئا قليلا، فليس له أن يلومك، لأن الله قال ما على المحسنين من سبيل، فقد أدوا الفرض الذي افترضه الله تعالى عليهم. ذلك لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن معاوية يوتر بركعة، إن معاوية يوتر بركعة، والوتر سنة ليس بفرض، يريد الشخص أن ينال من معاوية، فقال دعوه فإنه فقيه، دعوه فإنه فقيه. فعموما الذي يؤدي ما افترض الله عليه لا لوم عليه بعد ذلك إذا لم يفعل نفلا، لأن الله قال ما على المحسنين من سبيل. هنا كلمة الإحسان عامة شملت كل ما من شأنه أن يكون إحسانا، كما أسلفنا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شمل الرحمة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. شمل أيضا فعل الفرض، فعل النفل بعد الفرض، شمل أيضا العفو عن الناس، ومنه إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل القصاص والإحسان العفو. وثمة صور أخرى للإحسان، إحسان العبادات داخل فيها، بمعنى إتقان العبادات، إحسان الصلوات، كل ما من شأنه أن تدخل به في عداد المحسنين تنتظمه الآية، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي كانوا في الدنيا من أهل الإحسان. ثم بينت بعض صفاتهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ينامون قليلا في الليل، وأكثر الليل قيام بين يدي الله، كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، كما في الآية الكريمة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، في وقت السحر شأنهم الاستغفار، ليس شأنهم اللهو كشباب زماننا الذين يسهرون إلى الفجر في المعاصي والمنكرات، إنما أهل الإحسان بالأسحار هم يستغفرون، علموا أن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة، وذلك حتى يطلع الفجر. وبالأسحار هم يستغفرون، والاستغفار بالأسحار فضله أعظم. وقد قال بعض المفسرين في تفسير قول يعقوب عليه السلام لما قال له أبناؤه يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي، قالوا أخر الاستغفار إلى السحر، أخر الاستغفار إلى السحر،
حتى يكون أرجى، والله أعلم. وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هل هذا الحق هو الزكاة المفروضة أو هو حق غير الزكاة المفروضة؟ قولان لأهل العلم. فإذا جعلته الزكاة المفروضة وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فستسلك به مسلك مصارف الزكاة الثمانية، مصرف الزكاة الثمانية. والظاهر أنه حق آخر، حق آخر غير الزكاة المفروضة، هم الذين جعلوه على أنفسهم، هم الذين جعلوه على أنفسهم وألزموا أنفسهم به، كحديث الرجل الذي كان يقسم ناتج أرضه ثلاثة أجزاء في حديث رزق أرض فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ما حاصله، بينما كان رجل يمشي إذ أظلته سحابة فنظر إليها فسمع فيها صوتا يقول: اسق أرض فلان ابن فلان. فتعجب لما سمع الصوت في السماء في السحابة، فمشى مع السحاب، مشى مع السحابة، فوجد السحابة جاءت في مكان توقفت، ووجد رجلا على الأرض معه مسحاة كالجاروف يسلك طريق المياه، وإذا بالسحابة تتوقف وتصب كل مائها في أرض هذا الرجل. فوقف متعجبا، لأن الرجل مستعد لنزول مطر على الأرض، وكل أراضي الناس جدباء. قال: ما اسمك؟ قال: لم تسألني عن اسمي؟ قال: أسألك لأني سمعت قائلا في السحاب يقول اسق أرض فلان، فأحببت أن أعرف اسمك، هل هو أنت الذي سمي أم لا؟ قال: اسمي فلان. قال: أخبرني بربك، ماذا تصنع حتى تخص من بين الناس كلهم وتأتي السحابة مسمى باسمك، باسمك؟ قال: أما وقد سمعت فإني أعمد إلى ناتج أرضي فأجزئه ثلاثة أجزاء، ثلثا لي ولأهل بيتي، ثلثا للفقراء والمساكين، ثلثا أرجعه في الأرض، يعني لأعمال الزراعة. قال: فذاك الذي كان سببا في رزقك. فقد يكون الشخص من بين الناس كلهم، كلهم في كرب وهو في خير، قد تأتي أزمة كل الناس يخسرون وأنت تكسب. تقدير الله هو الغالب، تقدير الله هو الغالب. فلا تقلق من مسائل الرزق، ولا تقلق أبدا ما دمت مطيعا لله ورسوله. وقد قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قد يكون الناس كلهم في كرب وأنت في سعة وزيادة من الرزق. جعلت حقا معلوما للسائل والمحروم في مالك، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين، المتأملين، المتفكرين، الموقنين بالبعث. الموقن المصدق تمام التصديق، هذا بعض المعاني للموقنين. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ولا أخفى أن التواتر الأدلة تكون سببا في زيادة الإيمان، سواء الأدلة الظاهرة أو الباطنة. قال تعالى للخليل إبراهيم عليه السلام: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فالقلب يزداد طمأنينة بتواتر الأدلة. قال الحواريون لعيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. فتطمئن القلوب بتواتر الأدلة وازديادها. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، من أراد أن يحدث له اليقين فهناك أدلة في الأرض كثيرة جدا، جبال وأشجار وبحار وأنهار، عذب وملح أجاج، دواب. ففي الأرض كلما
نظرت إلى شيء وجدت فيه آلاف الأصناف، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. البشر فيه آلاف ملايين الآيات، هذا شخص دمه ثقيل وهذا شخص خفيف الدم، وإن كان أسمر سمرة شديدة أسود كالفحم لكنه خفيف الدم. ما كيف عرفت خفة دمه؟ ما تستطيع تقول هناك سبب معين أكتشف به خفة الدم، لن أتي بميزان أوزن دمه خفيف ولا دمه ثقيل، لكن نفسك ارتاحت له. الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. ماء عذب زلال، ماء ملح أجاج، حيات عقارب ثعالب، ثعلب ماكر، أسد ضاري، غزالة افترس، أشكال في كل شيء آيات، في كل شيء آيات، بحار بما فيها، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أي أيضا آيات، تقوم يوما حزينا كئيبا ما تستطيع أن تزيل الحزن عن نفسك، تحب فلانا وهو لا يستحق أن يحب لك، لما أحببته؟ الله أعلم. بصمات مختلفة للخلق كلهم، أصوات مختلفة، يتصل بك على الهاتف شخص تعرف صوته من بين مليارات البشر، تعرف أن هذا الصوت هو صوت فلان. كيف عرفت ذلك؟ الله جعل الألسنة مختلفة وجعل الأسماء، رتب الأمور أحسن ترتيب. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، قيل ما توعدون من خير أو شر، وقيل ما توعدون من جنة، وقيل ما توعدون من جنة أو نار. بالآية الكريمة لما إذا حملنا رزقكم رزق الحسن الحلال وما توعدون يكون الجنة، وبالآية استدل على أن الجنة في السماء، لكن أصرح من ذلك في الاستدلال قول الله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وسدرة المنتهى بعد السماء السابعة. أما النار هي في السماء أم في الأرض السابعة السفلى؟ تنازع العلماء في ذلك، فقال الأكثرون نا في الأرض السابعة السفلى، واستدل بعضهم بحديث أن النبي كان جالسا مع أصحابه فسمع وجبة صوتا قال هذا حجر ألقي به منذ 70 خريفا من شفير النار فلم يصل إلى قعرها إلا الآن. واستدل آخرون كالطبري رحمه الله على أن النار في السماء بتعميم قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون قال من خير أو شر. قال فأرب السماء والأرض إنه لحق، يقسم الله بنفسه، فأرب السماء والأرض إنه لحق، قيل إن القرآن لحق وقيل إن الرسول حق، والكلام هنا أليق بأن يكون القرآن، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ولكن قائل بالتعميم وجهته قوية أيضا، كل ما أخبرناكم به حق مثل ما أنكم تنطقون هذا. وقد سمع عمر رضي الله تعالى عنه هذه الآية الكريمة من عبد الله بن السائب، دخل عمر خلف عبد الله بن السائب في صلاة العشاء وهو يقرأ من سورة الذاريات، فبلغ عبد الله بن السائب قول الله تعالى فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. قال عمر وهو يصلي بأعلى صوته أشهد 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 أشهد. فما استدل العلماء الذين قالوا إن الإمام إذا قال إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت أن نقول أشهد حقا؟ فقالوا لا مانع من ذلك لأسر عمر، ولأن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، أو سبحانك اللهم ربنا وبلى، فأي طريقة من طرق الإجابة على التساؤلات. وكذا إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك اللهم وبلى. ورسول عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وآية فيها جنة رحمة سأل، آية فيها عذاب تعوذ عليه الصلاة والسلام.
وأطرد الأمر فقد كان علي رضي الله عنه يصلي ذات يوم فمر به خارجي من الخوارج والخوارج يكفرون عليا فقال الخارجي وعلي يصلي لئن أشركت لأحبطن عملك، يعني أنت مشرك صلي أو لا تصلي صلاتك غير مقبولة. فرد عليه علي في الصلاة بقوله فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.